يعني بعدين أنا ما رح ضل هون لآخر عمري، متأكدة رح تطلعني عن قري. ما عم بقدر، ما عم بقدر، أنا عاجز، شو بدي ساوي؟ كيف ضيعت هديك الفرصة؟ أمير، جبت لك شي لتاكله. مو جاي على بالي، شكرا. ما بيصير، لا تعمل هيك، اليوم ليلة مباركة، الله بيستجيب فيها دعانا، كل امتين وعودة دعيلة لريحان، كلنا عم ندعيلة، بإذن الله رح تطلع ورح ترجع بيناتنا ورح تروح الغيمة السودة. لازم تضل متفائل إن شاء الله. تفضل كل امتين كرمالي، ومثل ما قلت لك دعيلة، الله ما رح ينساها ورح يكون معها بهالمحنة. شكرا يا مليكة، ويا ريت انت كمان تدعي لريحان. يا رب ما إلي غيرك، كون معي بهي المحنة وحميلي كل يلي بحبهم، نور قلبهم بالإيمان وأعطيهم الصحة والعافية. يا رب أنت العالم بحالي ورح تنصرني على اللي ظلمني. أنا مآمنة بعدالتك، يا رب تخلص هالمحنة بأسرع وقت.